هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟ الذي ينبغي أن لا يستقبل لا في داخل البنيان ولا في خارجه، لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة، والصلاة على استقبالها واستقبالها هذا استقبال حال الغائط والبول، فينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستجمعها في البنيان ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل. وذهب إليه جمع من العلم في البخاري رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بلدين في بيت حصة يستقبل الشام ويسلم الكعبة، قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. وقال آخر من العلم وعام في الصحراء والبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصة كان قبل النهي أو خاص به عليه الصلاة والسلام، فلولا بالمؤمن أن يتحرز وأن يستقبل إذا تيسر له ذلك لا في الصحراء ولا في المنيان، عملا بعموم الأحاديث وخروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين.